في عام 1996 وضع المغرب برنامجاً شاملاً لكهرباء الريف لترتفع نسبة السكان الذين تصلهم الكهرباء من 22% إلى 100% في عام 2017 بمعدل استهلاك سنوي يصل إلى 37,219 جيجاوا. كان المغرب يعتمد بشكل أساسي على الوقود الأحفوري لإنتاج هذه الكهرباء، لم يكن يلبي هذا الخيار معظم احتياجات المملكة، فقد كانت تستورد 3% من حاجتها الكهربائية من أوروبا. لكن ومع بداية عام 2009 كل ذلك سيتغير نحو عالم آخر، مستقبل تسعى كل دول العالم إلى تحققه دون تقدم ملموس، حيث تبنى المغرب حينها استراتيجية وطنية للطاقة ووضع برامج طموحة لإنتاج الطاقة المتجددة باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مستفيداً من الحوافز العالمية المالية للتغير المناخي. تضمنت هذه الاستراتيجية تدريب المهندسين وتحفيز الاستثمار وعقد الاتفاقيات والشراكات مع الدول الأوروبية. فبعد أن كان المغرب يستورد الكهرباء أصبح يفكر بتصديرها، بعد أن راهن بمليارات الدولارات على الخبرات المحلية والبيئة الطبيعية، وربح المغرب الرهان، فلكل مجتهد نصيب. تعتبر بيئة المغرب مواتية لإنتاج الطاقة النظيفة بفضل وفرة أشعة الشمس ووفرة الرياح على ساحل المحيط الأطلسي. اليوم يمتلك المغرب أكبر محطة شمسية في العالم، تمتد على مساحة 3000 هكتار وتضم 2,000,000 لوحة شمسية تنتج 580 ميجاوات، وهي كمية تكفي 1,000,000 منزل. بدأ العمل في هذا المشروع في 10 مايو عام 2013 مع محطة نور واحد الواقعة على مساحة 450 هكتارا قرب مدينة ورزازات، ثم لحقت بها نور 2 و3 و4. وصلت تكلفة هذا البرنامج إلى 9 مليارات دولار، وقدرت تكلفة استثمارات المغرب اليوم في الطاقة المتجددة ب30 بليون دولار. فبالإضافة للطاقة الشمسية هناك الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح، حيث تضم المملكة 8 مزارع لطاقة الرياح موزعة على مدن طنجة ب4 محطات. ويزود مشروع خلادي لوحده أكثر من 500,000 شخص بالكهرباء، وهناك مزارع أخرى بمدينة العيون في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ليصبح المغرب أحد أهم وأبرز النماذج الدولية في مجال الطاقة المتجددة، متفوقاً على بلدان مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وفرض نفسه كلاعب أساسي في مشاريع الطاقة الخضراء العالمية، كما صنف خبراء البنك الدولي المغرب حالياً نموذجاً نوعياً في مجال مكافحة التغيرات المناخية. تطمح المملكة اليوم إلى رفع حصتها من الطاقة المتجددة إلى 52% في عام 2030، حيث تبلغ النسبة اليوم 37%، ومن أحد أهم الأهداف القادمة هو توفير الطاقة للقطاع الصناعي مثل مصانع الإسمنت والحديد. كما يمتلك المغرب مؤهلات مهمة لاستقطاب ما يناهز 4% من السوق الدولية للطاقة الهيدروجينية، وهي طاقة خالية من الكربون وتعتبر بديلاً مثالياً عن الوقود الأحفوري. في عام 2019 بدأ المغرب ببناء محطة نور ميدلت شرقي المغرب بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية وشركات أخرى، وتعتبر مصدر واحدة من كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة. تبلغ قدرة المشروع الإنتاجية الإجمالية 800 ميجاوات، وهو أول مشروع محطة هجينة متطورة للطاقة الشمسية في العالم، تستخدم مزيجاً من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. يحتل المغرب اليوم صدارة البلدان الإفريقية من ناحية التوسع في اعتماد مصادر الطاقة المتجددة. والآن أخبرنا عن حال الكهرباء في بلدك، وما هي الخطط المستقبلية
التي تنوي تنفيذها دولتك للتقليل من انبعاثات الكربون. شاركونا بالتعليقات.